أعطى السيد عامل عمالة إقليم النواصر بطبيعة الحال. نحن نتميز بالطبيعة، ها هي المدينة الخضراء مرة أخرى. كمشتوا اليوم أكثر من 10,000 عداء اللي جاوا شاركوا معنا في هذه النسخة العاشرة ديال السباق ديال 15 كيلو ديال الأسبوع. هذا السباق اللي كان توقف من بعد 4 سنوات على سبب ديال جائحة كورونا. كما شفتوا اليوم كل شيء داز في أحسن ظروف، من الانطلاقات الوصول كانت واحد التعبئة كبيرة ديال المنظمين، كانت تعبئة ديال السلطات المحلية على رأسهم السيد العميد الإقليم الوسط الدرك الملكي، اللي وفروا جميع الظروف باش السباق ينجح من المتسابق الأول إلى الآخر. الحمد لله، سباق بوزكورة دائما من السباقات اللي كنفتخروا بها في المغرب ديالنا الحبيب. تبارك الله على السي هشام ابو رزق، تبارك الله على المنظمين اللي معاه. سباق في المستوى، كذلك ان الطبيعه ديال الغابه ديال بوزكورة كتعطي رونق لهذا السباق وكتجعلو يكون دائما من احسن السباقات اللي كتجرى في المغرب. مزيد من النجاح لجميع المنظمين ديال السباقات في المغرب، مزيد من تشجيع لكاع المغاربه باش يمارسوا الرياضه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، ودائما الله الوطن الملك. شكرا جل منظم على هذا السباق، والسباق كان صعيب شويه في فاري، والحمد لله كانت منافسه قويه ما بين العداءات، استطعت نسيطر في 10 كيلومترات الاخيره، وهذا السباق دخل في الاستعدادات ديالي في نص ماراثون بطوله العالم مقامه في اواخر الشهر. ان شاء الله نتمنى ونمثلوا المغرب احسن تمثيل ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش مرت يعني الانطلاقه وكذلك؟ الانطلاقه كانت زوينه الحمد لله، وكانت المنافسه قويه، وكان باركور صعيب شويه فاري، والحمد لله استطعنا الفوز بالرتبه الاولى. انت من نادي الجيش الملكي، كيف استعديتي لهذا الماراثون؟ داخل في الاستعدادات ديالي حيت كنوجد الماراثون نصف ماراثون بطوله العالم مقامه في اواخر الشهر ان شاء الله.